إن العراق الوطن والعراق الإنسان والتاريخ يتطلع برغبة عارمة نحو التغيير الحقيقي من أجل الخروج من حالة اليأس والإحباط التي تعيشها الجماهير. الخلافات العميقة بين الحرس القديم من قيادات المجلس الأعلى وما يطمح إليه عمار الحكيم المتدثر بعباءة إرثه العائلي دفعته للانفصال عنه والإعلان عن تشكيل تيار الحكمة الوطني استجابة للمتغيرات السياسية. قيادات في التيار الجديد أكدت أن نقطة الافتراق أصبحت حتمية على ساحة متحولة ومتغيرة بشكل متسارع مثل الساحة العراقية. مرحلة أن إما أن يبقى أن يخرج هو وإما أن يخرجون الآخرين، يعني هذه المرحلة، فهو فضل أن يحترم هذه الشخوص التي أسست وجاهدت وعملت لثلاث عقود تقريبا في المجلس الأعلى، ولها مركزيتها ولا احترامها داخل أجواء تيار شهيد محراب، وبين أن هو يخرج ويترك هذه هذا المجلس وهذا الإرث إلى الآخرين. القيادي في المجلس الأعلى محمد تقي المولى وفي اتصال مع الحرة أكد أن المجلس الأعلى باق ومستمر رغم إعلان انسحاب الحكيم، وهناك أسماء كثيرة مستمرة مع المجلس، وسوف تشكل لجنة فنية للفصل في تركة وإرث المجلس بعد أن تجتمع الهيئة القيادية للمجلس اليوم. نبقى نستمر في المجلس الأعلى على خط شهيد المحراب محمد باقر الحكيم وسماحة الشهيد عبد العزيز الحكيم والشهداء الذين مضوا في هذا الطريق، ونبقى نستمر، وهناك إخوة ليسوا بقليلين راح يستمرون. احنا ما متقاطعين مع سماحة السيد عمار، يعني راح يصير تواصل ويصير أيضا تفاهم على كل الأمور إن شاء الله تعالى، وهو لا يتركنا ولا نتركه. وعن قابلية المجلس الأعلى على الاستمرار في العمل السياسي أشار عضو تيار الحكمة النائب رحيم الدراجي أن التغيير أصبح مطلبا جماهيريا، وليس بإمكان قيادات المجلس أن تقدم شيئا، سيما وأن أغلبها قد تقلدت مناصب تنفيذية لكنها فشلت في ذلك. خلال 14 سنة جربنا هذه الطبقة السياسية الأولى، وهذه الطبقة السياسية لم تقدم شيئا للعراق، فشلت فشلا ذريعا في إدارة العراق، ولم تستطع أن تخدم المواطن ولم تستطع أن تخدم البلد. لذلك أنا أعتقد تجاوز هؤلاء وإزاحة هؤلاء من المشهد السياسي لضخ دماء جديدة، هذه الدماء تكون لديها قدرة وقابلية على العطاء. من بغداد وليد الشيخ، الحرة.